طب الهدهد بيعرف ان في ميه ازاي؟ خلينا نتكلم بقى. يعني هو الهدهد علميا، احنا بنتكلم من الناحيه العلميه، الهدهد بيعرف ان في ميه ازاي؟ هو عنده مثلا جي بي اس ولا عنده مجسات ولا عنده ايه؟ الهدهد قلنا بياكل ايه؟ بياكل دود وحشرات، والحاجات دي لا تتواجد الا في الارض اللي فيها ايه؟ وبالتالي هو لا يتواجد الا في اماكن غذائه، فاذا تواجد علمت ان هناك ماء. بس لكن مش هو عنده، لا لا، خد بالك، الهدهد ممكن استخدمه الدليل بتاعي اعرف الارض دي مرشوشه مبيد ولا لا. هو لا يتواجد في الاراضي اللي فيها مبيدات. عارف الارض الفلاحين اللي بيرش مبيدات وبلاوي؟ الهدهد ما تلاقيهوش. فاول ما بتلاقيش الهدهد تعرف ان الارض دي مرشوشه بلاوي. شفت الرسول اللي رايح؟ شفت اللي هيسير رساله؟ اولا كان زمان عند العرب يقول لك ايه لما يحب كده يهزر مع واحد او يديله بقى بتاع، يقول لك اذكى من هدهد. يبقى دي حاجه، يبقى الهدهد ذكي جدا، ذكي. فدي مواصفات الرسول، ده لازم يكون عنده فطنه، عنده ذكاء زي ما الشيخ قال. يقول لك وابصر، يا سلام، ده ايه؟ ده عنده نظر حاد اكتر من. يبقى هو كان بيضرب بيه المثل في ايه؟ في الزكاوي ايه؟ يعني ليه مواصفات خاصه هو، لانه هيشيل رساله. تمام؟ بقى للطائر كانوا بيستخدموا عينه، يقول لك ايه بقى؟ انه يرى العوالم الخفيه. يعني ايه العوالم الخفيه؟ يعني بيشوف الميه اللي احنا مش شايفينها.